نتنياهو عاوز يستمر في التصعيد وبيستمر في التصعيد. طب هو عاوز يعمل ايه؟ لا ده هو مش بيحاول ينقذ ماء الوجه، هو عاوز يوصل لأي نتيجة تبقى مرضية للرأي العام الإسرائيلي، ده من وجهة نظره. لكن الرأي العام الإسرائيلي نفسه أصبح بالفعل بيواصل الهجوم عليه، لأنه وضعهم في وضع هو أسوأ من السوء بحد ذاته. خليني هنا أخد معايا على التليفون أستاذ محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يوسف. عامل إيه يا أستاذ محمود؟ كله حلو؟ الحمد لله خير. الحمد لله يا فندم. ما بين تصعيد نتنياهو وما بين انقلاب الرأي العام الصهيوني عليه؟ يعني خلينا نتكلم انه التصعيد ضد نتنياهو مش بدأ بسبب الحرب فقط، ولكن يعني الامور اشتعلت بعد اصراره على العملية العسكرية او الاعتداءات او الانتهاكات اللي بيقوم بيها تجاه الفلسطينيين في ظل وجود المحتجزين مع حماس. احنا بنتكلم عن اوضاع سياسيه غير مستقره في الداخل الاسرائيلي منذ 9 أشهر تقريبا بسبب التعديلات على القانون السلطه القضائيه، يعني انقسامات كبيره ما بين اليمين واليسار، فشل في تشكيل الحكومه اكثر من مره، فالاوضاع الداخليه في الداخل الاسرائيلي ما كانتش مستقره خلال الاشهر التسعه الماضيه. جينا مع الهجوم في 7 اكتوبر ابتدى يظهر عندنا يعني الرافضين لوجود نتنياهو او المعارضين ليه ازدادت موجه الغضب عليه والضغط، يعني في عندنا جماعات للضغط ساهمت في تشكيلها وساهمت في تأجيج الغضب ضد نتنياهو، هي العائلات اللي عندها أفراد محتجزين لدى حماس، 220 واحد محتجزين لدى حماس في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على المنازل، منازل المدنيين في غزة والمخيمات. يعني كمان هم مش عارفين يحددوا أو مش قادرين يحددوا أماكن المحتجزين دي فين. أعلنت حماس أكثر من مرة إنه في وفيات بين صفوف المحتجزين ضمن الوفيات اللي بتعلن عنها بشكل يومي نتيجة القصف، فكل ده شكل موجة من الغضب لدى الإسرائيليين تجاه نتنياهو وحكومته، بيحملوه مسؤولية حاجتين، أولاً الفشل الاستخباراتي في توقع الهجوم في 7 أكتوبر، وبسبب انه كان دايما بيتم الترويج الى انه حماس في موقف دفاعي ولا يعني ولا يمكن انها تهاجم اسرائيل. فبالتالي هو سحب قوات الجيش ووجهها الى الضفه الغربيه بما سمح بهجوم حماس بالشكل ده عليهم. النقطه الثانيه هي الفشل السياسي في اداره الازمه في الوقت الراهن، يعني هو مستمر في قصف عشوائي وصل الى قصف المستشفيات ودور العباده وموظفين الامم المتحده العاملين في القطاع وموظفين الاغاثه، يعني هو هجماته او ضرباته كانت غير منظمه ولا تستهدف حماس ولكن تستهدف جميع من في القطاع، فبالتالي الاسرائيليين او عائلات المحتجزين هناك واليسار الاسرائيلي بيحمل بنيامين نتنياهو الفشل السياسي في اداره الازمه الحاليه. حاول ان هو يستجمع قواه وحاول ان هو يعيد تحسين صورته امام المجتمع الاسرائيلي او الداخل الاسرائيلي باعاده تشكيل الحكومه او اضافه مراقبين للحكومه من المعارضه ومن القيادات العسكريه، ولكن للاسف حصل انقسام ما بين القيادات العسكريه داخل الحكومه الحاليه. يعني هناك من يطالب بالاجتياح البري الكامل دون يعني اي اعتبارات للمحتجزين، وهناك من يرفض التدخل بهذا الشكل، ايضا هناك من يرغب في توسيع نطاق الصراع مع حزب الله في الاراضي اللبنانيه، وهناك من يرفض هذا التدخل او توسيع نطاق العمليات. فبالتالي الانقسام على مستويين، مستوى الشعبي في اسرائيل والمستوى الحكومي او مستوى العسكري في حكومه بنيامين نتنياهو.
طب بتعتقد ان هناك اطراف اسرائيليه او من دوله الاحتلال عندها قلق من نظريه وحده او توحيد الساحات، يعني تعلم ان هي كانت افكار يتبناها فصيل الجهاد الفلسطيني تحديدا وتحدثوا عن وحده الساحات ما بين بقى حماس او الجهاد وحزب الله من ناحيه وما الى ذلك، تعتقد ان هناك اطراف في الداخل الاسرائيلي تخشى مساله وحده الساحات ومن ثم اتساع رقعه الصراع؟ يعني هو اليمين اللي بيمثله بنيامين نتنياهو هو ده الفكر السائد حاليا، انه حماس وكل الفصائل او كل فصائل المقاومه بالنسبه لهم هي حماس، والحرب لا تنتهي، او يعني خلينا نقول انه الهدف لا يتحقق الا بالقضاء على حماس بالكامل، يعني هم عايزين يتخلصوا باي شكل من الاشكال من حماس وكل من يناصرهم، حتى يعني هم بيعتبروا ان كل سكان القطاع بينتموا لحماس، لان وده واضح من القصف المستمر على القطاع وعلى المخيمات، يعني مخيمات اعلنوا انها امنه ويمكن للفلسطينيين التوجه اليها، وبعدها بيوم واحد او بيومين بنلاقي قصف جوي عنيف على بعض المباني داخل المخيمات، فبالتالي انت لا تنظر الى الفلسطينيين على ان هم فصائل منفصله، على ان هم فصيل مسلح وفصيل مدني لا يستحق هذا العقاب، انت بتعاملهم كلهم على ان هم فصيل واحد وبتعاقب الجميع عقاب جماعي يحرمه القانون الانساني الدولي. عندنا اليسار الاسرائيلي بيرفض هذه الفكرة، بيرفض فكرة العقاب الجماعي، بيطالب نتنياهو أولا بالتفاوض من أجل الإفراج عن المحتجزين، بنلاقي أيضا أنه في تخوفات من أنه الحكومة الإسرائيلية الحالية ما تزال غير قادرة على تقديم رؤية لإدارة غزة ما بعد انتهاء الحرب، يعني احنا دلوقتي خلاص حضرتك بتكمل في الاعتداءات بتاعتك على الفلسطينيين وبتكمل في قصف غزة بتقضي على البنية التحتية هناك، ماذا بعد؟ يعني لو افترضنا انه انت انتهيت من حماس بالفعل، هل لديك اي رؤية او خطة مستقبلية لإدارة القطاع؟ دي نقطة من التخوفات الرئيسية. هو في ثغرة واسعة في رؤية اليمين الإسرائيلي، يعني سيبك من أنه اليسار الإسرائيلي ليس يسارا حقيقيا، فهو برضو اقترف كل أنواع الشنائع والفظائع في تاريخه، يعني حزب العمل هناك يعني عمل كل الكوارث الممكنة، كفانا يعني بلوى بأنه حزب العمل ده هو اللي أسس الدولة أصلا. لكن هرجع لك على ثغرة، يعني كان دائما اليمين الإسرائيلي يتحدث عن أنه القضاء، أنه هم يحاصرون قطاع غزة للقضاء على حماس، فدي كانت الزريعة، ثم عاد وقال لقد أعدنا حماس في الضربة الأخيرة 50 عاما إلى الوراء، يبقى أنت كده قضيت على حماس فأنت بتحاصر القطاع ليه، فحتى هذه الحجة لم تعد موجودة. ثم يبدو أنه حماس وكأنها مارست أيضا أو تعلمت أو قرأت كتاب أكتوبر 1973 فمارست خداعا استراتيجيا، يعني أوهمت العدو أنها لم تعد قادرة أو أنها حيدت فرحت بعد يعني كده دخل ضربة. تمام، ما هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، أنه هو الخداع الاستراتيجي اللي قامت بيه حماس خلال الفترة السابقة أوهمت حكومة نتنياهو أنه حماس في وضع دفاعي وأنها لا تخطط للهجوم وأنها غير قادرة على الهجوم، بالتالي لما يتم سحب القوات الإسرائيلية أولا ويتم دفعها نحو الضفة، هو ده الاتهام الأكبر الموجه لبنيامين نتنياهو في حكومة الفشل أو الفشل الاستخباراتي في توقع الهجوم ونقل الجنود. شفنا الفيديو الشهير لواحد من الجنود الإسرائيليين وهو بيوجه اللوم لنتنياهو، ويعني ما هو ابعد من اللوم شويه، يعني اهانات بالجمله لشخص نتنياهو، وبيقول انه يعني احنا تم استدعائنا للدفاع عن الوطن ولكن يائير ابن نتنياهو موجود في ميامي في الولايات المتحده الامريكيه لا يدافع عن الوطن زينا، يعني انت في
أنت تريد الإلقاء بنا في أتون معركة وحرب بالضبط. بينما ابنك يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط. سالما آمنا غانما. طبعا نهينا عن أنه كانت هناك الكثير من الدعاوى متعلقة بفساد نتنياهو والعائلة، ثم مسألة تدخله في السلطات القضائية، ثم فيما بعد ذلك ما حدث يمكن وأخيرا، أو يعني ما حدث خلال 9 أو 10 أشهر الماضية، وأخيرا ما حدث من طوفان الأقصى. فكانت صفعة كبرى الحقيقة لنتنياهو وحكومته، والحكومة الأكثر تشددا ورجعية في تاريخ الحكومات المتعاقبة من وقت إعلان هذه الدولة في 48. أشكرك جدا أستاذ محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.